امبارح وزارة الأوقاف عملت مؤتمر صحفي شرحت من خلاله آليات عودة عمل المساجد لطبيعتها قبل الغلق، وكمان فتحت الأضرحة والمقامات للزيارة. خلونا نعرف كل التفاصيل من دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. صباح الخير عليك سيادة الوزير. ويعني الناس يمكن بتسأل عن توقيت القرارات، وتم اتخاذ قرارات بعودة المساجد إلى طبيعتها لما قبل الغلق، وكمان مقارئ القرآن للسيدات وللرجال وللأطفال، يعني العديد من القرارات سيادتك. أولاً أهلاً بحضراتكم جميعاً وبالسادة المشاهدين، والحقيقة أنا بداية طبعاً بتوجه كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله لاهتمامه بمسألة دور العبادة بصفة عامة، مساجد أهل البيت بصفة خاصة، توجيه سيادته بسرعة عودة دور العبادة إلى وضعها الروحي الطبيعي لشعب مؤمن متدين، الشعب المصري متدين بفطرته وطبيعته. فكل الشكر والتقدير لسيادتي على التوجيه والاهتمام. وأيضا الحقيقة يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ما أنا عرضت المذكرة التفصيلية على دولة رئيس مجلس الوزراء حتى وجه سيادته بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية على الفور. في نقطتين، النقطة الأولى ليه التوقيت ده برضو عشان الناس دي تتساءل، ويمكن حضرتك قلتي ليه التوقيت ده؟ ليه ما كانش من أسبوعين؟ ليه ما كانش من 10 أيام؟ هذكر حضرتك بحاجة مهمة. سيادة الرئيس كان له توجيه سابق لما مسجد الإمام الحسين وقال ينتهي قبل رمضان وعايز أول يوم نصلي فيه القيام. لما جينا أغلقنا المسجد هو ده وقته ورمضان والحسين. احنا دايما الدوله المصريه في عهد سياده الرئيس خدت منهج ما بنعلنش عن الاشياء عند تدشينها وانما عند انجازها. وكان توجيه سياده الرئيس اول يوم ينتهي مسجد الامام الحسين وانتهى الحمد لله وتمت الصلاه فيه في اول يوم. طيب ليه القرارات دي اتخذت في التوقيت ده؟ لجنه اداره الازمه في اجتماعها قبل رمضان كانت بين امرين، اما تفتح الحياه العامه ده بالتدريج او باليه معينه. انتهينا ان احنا نبدا بالتدريج. عملنا ايه؟ في رمضان خدنا ثلاث حاجات. اولا السماح بعوده الطقوس الدينيه في العصر والعشاء. السماح بمصليات السيدات كامله. السماح بعوده دور المناسبات. وقلنا هننتظر، اللجنه قالت هننتظر عاده في الاعياد وفي نهايه رمضان. كان بعد كده في السنوات اللي فاتت كانت اعداد الاصابات عاده بترتفع وبيحدث زياده في حجز اسرة الرعايه والتنفس الصناعي. قال احنا هننتظر لغايه ما نشوف موسم العيد ورمضان. لو الحالات ما زادتش ومشينا في اوضاع جيده هنفتح الحياه العامه بالتدريج. لا قدر الله لو في زياده في الحالات يبقى ده احنا ماشيين بايه؟ بالتدريج يعني بالراحه. الحمد لله رب العالمين لما انتهى موسم العيد ورمضان بخير على مصر كان ان احنا فعلا مستنيين نشوف نتيجه بعد العيد ورمضان. فلما لقينا الحياه جيده والامور الحمد لله مطمئنه اخذنا القرار المناسب في الوقت عظيم. المناسب بفتح المساجد وعودتها الى حالاتها الطبيعيه. طب ايه اللي احنا خدناه؟ ما كان يحدث قبل جائحه كورونا في مساجد كبرى زي مسجد الامام الحسين، سيده زينب، السيده نفيسه. هذه المساجد من العاشرة صباحا أو من التاسعة صباحا هتكون مفتوحة على طول اليوم إلى ما بعد صلاة العشاء أمام الراكعين والذاكرين والساجدين والمصلين والزائرين. هذه حاجة. المساجد اللي على الطرق العامة والمساجد الأخرى حسب ظروف كل مديرية هيفتح دورة المية والمصلى الخارجي عشان أي حد متأخر في أي توقيت عايز يتوضأ يصلي، حتى خدمة الناس العامة والمغتربين واللي على الطريق في قضاء حوائجهم في دورات المياه ستظل مفتوحة طول اليوم. نيجي بقى للمقامات. الحقيقة احنا قلنا حاجتين في مقامات. طيب ممكن معلش يعني قبل المقامات بس، واحنا بنتكلم في عودة فتح المساجد، هترجع المساجد تفتح المساجد العادية اللي موجودة في كل المدن وفي كل القرى في الجمهورية كلها، هتفتح في بحسب المواعيد العادية اللي هو مثلا ممكن يفتح المسجد قبل الصلاة مثلا بنص ساعة عادي مفيش مشكلة؟ لا لا لا، ده نوعين. في مسجد مساجد الكبرى مش هتغلق نهائيا. تمام. يعني احنا كان عادة مسجد السيدة زينب، السيدة نفيسة، السيد الموسى العباسي، الأحمدي، الفتح اللي في قنطير، المساجد الكبرى بتفتح
ما بين التاسعة أو العاشرة حسب طبيعة ظروف كل مسجد ومنطقته. تمام، دي تمام كده. وما بتتقفلش نهائيا إلى ما بعد صلاة العشاء. باقي المساجد بيحصل إيه؟ طرق المية والمصلى الخارجي مفتوح طول الوقت أمام الناس. المسجد الداخلي هو ده اللي قبل الصلاة وبعد الصلاة، أي أن نفس ما كان يطبق قبل جائحة كورونا في الفتح والغلق هو ما سيطبق بحالاته الطبيعية التي كنا عليها. لسه في شروط مسافات ما بين المصلين؟ نعم؟ لسه هيبقى في شروط للمسافات ما بين المصلين؟ أنا قلت ده في المؤتمر الصحفي. قلت مسألة التباعد والكمامة نسأل الله عز وجل بقى أن يعجل بانتهاء هذا الوباء وينتهي تماما من العالم كله. قصة التباعد والكمامة دي بقى مش خاصة بالمساجد ولا صلاحية الأوقاف. إن ما ينفعش تبقى جهة في الدولة تقول ما فيش كمامة وجهة تقول فيه كمامة، جهة تقول ما فيش تباعد وجهة تقول فيه تباعد. عندما تصدر لجنة الأزمة، لجنة إدارة الأزمة، إن الجائحة انتهت وإن ما فيش التزام بالكمامة هيمشي على الكل، لكن لغاية الآن قرار لجنة إدارة الأزمة وإن الناس ملتزمة بالكمامة وقرار الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي ما زال قائما وإحنا بنطبقه ونحس الناس على الالتزام إيه؟ على الالتزام به، لان ده قرار مش خاص بالمساجد وحدها. صحيح. ده قرار عام على كل مؤسسات الدوله. طيب معالي الوزير، الدروس داخل المساجد، شروط الدروس والمقارئ القران بكثافه بقى. يعني قبل كده كان الدرس مره في اليوم. احنا الدرس في المساجد الكبرى اللي هي زي المسجد الامام الحسين والسيده نفيسه والسيده زينب رضي الله عنهم اجمعين، ده يبقى فيه درسين، درس العصر ودرس العشاء وفق الجدول المنظم. من الاحد الى الخميس درس العصر، ومن الاحد الى الاربعاء درس العشاء. باقي المساجد يبقى فيها ثلاث دروس عصر وثلاث دروس عشاء، اضافه الى دروس الواعظات السيدات بعد صلاه الظهر، اضافه الى مقارئ التحفيظ للسيدات من المحفظات المعتمدات للوزاره بعد صلاه الظهر، اضافه الى المقارئ القرانيه. المقارئ القرانيه قبل كده كانت بتبقى الائمه والحفظه فقط. احنا دي لا، احنا بنعمل المقرئ يومين، يوم في الاسبوع بتاع الائمه اللي هي القديمه النظام اللي كان قائم، ويوم نفتحه للجمهور لمن يريد ان يقرا مقارئ القران من رواد المسجد. هنتوسع في مقارئ القران. اعلنا عن افتتاح المراكز الثقافيه، 35 مركز للثقافه الاسلاميه والتقديم فيها بدا. وللعلم كانت المصروفات 800 جنيه العام الماضي، خفضنا المصروفات الى 400 جنيه عشان نشجع الناس انها تتقدم، وممكن يدفعهم على قسطين 200 و200. طب ليه عاملين المبلغ؟ عشان بس جديه التقدم، ويبقى انه في جديه عشان نسهل للناس تعلم الدين الوسطي الصحيح. في 69 مركز لاعداد محفظ القران الكريم بفهم معاني القران ومقاصد القران العامه. ففي توسع في الدروس في المراكز الثقافيه، في مقارئ القران الكريم، في مراكز اعداد محفظي القران الكريم. النقطه الاخيره بالنسبه للمقامات، المقامات نوعين. في مساجد ما عليهاش كثافه جماهيريه عاليه فدي مقاماتها مفتوحه، يعني مثلا انا بضرب مثلا مسجد سيدي ابن عطاء الله السكندري او الساده الوفائيه او سيدي ابي علي الخواص او الامام الشعراني. هذه المساجد ليس عليها ضغط كثافه فمقاماتها مفتوحه طول ما المسجد مفتوح. المساجد الكبرى اللي زي مسجد الامام الحسين، مسجد السيده زينب، مسجد السيده نفيسه، بس بنفتحه في اوقات الصلاه. ليه؟ لان المساجد دي في اوقات الصلاه بيبقى فيها حشود كبيره جدا، وكله عايز يدخل للمقام والزياره في توقيت واحد، فاحنا بنقول اوقات الصلاه للصلاه، وفي اوقات الصلاه المقامات مفتوحه امام الجميع. اخر نقطه، ساحه مسجد الامام الحسين اللي هي بقت حاجه مطياره وعلامه الحقيقه في عماره مساجد ال البيت. وبالمناسبه ما يتم الان في مسجد السيده زينب رضي الله عنها ليس اقل مما تم في مسجد الامام الحسين رضي الله عنه. فاحنا الساحه دي بقت متنفس، فهتكون مفتوحه، المسجد مفتوح من الساعه 10 لغايه بعد العشاء. الساحه بالطبع موجوده معاه، لكن مش ده بس. الساحه دلوقتي قلنا ان احنا في الشتاء ممكن نسيبها مفتوحه لغايه الساعه 10، وفي الصيف كمتنفس للساعه 12. طب ليه سمعنا الساعه 12 مش الصبح؟ لان احنا برضه عايزين الناس بعد الساعه 12 ترجع بيوتها تنام، تقدر تقوم شغلها الصبح، تقدر تأدي عملها. فالمسائل مدروسة دراسة جيدة بما يحقق التوائم بين البعد الروحي التعبدي عظيم وبين أداء الناس لأعمالها وحركة الحياة. طيب معالي الوزير، بالنسبة لصلاة الجمعة لسه برضو 10 دقايق بالنسبة للخطبة؟
لا دي قضية تانية بقى، لأن القضية في صلاة الجمعة قلناها قبل كده، احنا قلنا هتكون في حدود 10 دقائق لسبب. أقول لحضرتك ده بعد شرعي وفقهي، هات خطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما وصل إلينا من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، أطول خطبة وصلت لنا خطبة حجة الوداع، لا تزيد أدائها ما بين 8 إلى 10 دقائق على الإطلاق. اثنين، احنا مسجلين عدد كبير جدا من الخطب وكنا في حدود 10 دقائق ووافيها بالموضوع، بل ابعد من هذا، في خطايا دعويه اللي بنسجلها لاذاعه القران الكريم ما بين دقيقتين لثلاث دقائق ووافيه بالموضوع. احنا مهمتنا بنرفع مستوى الائمه ونأهلهم عشان يكون لديهم قدره على الايجاز. طيب حاجه ثانيه، ان خطبه الجمعه الناس فيهم المريض، فيهم الضعيف، وفيهم اللي عنده يعني، فالعشر دقائق في خطبه الجمعه. طب حاجه ثانيه بقى، ده انت كنت بتقول خطبه الجمعه 10 دقائق وما عندكش دروس. طيب اللي عايز يتزود بالعلم عندك درس يومي كل يوم العصر ودرس كل يوم العشاء، فاللي عايز يتزود بالعلم، عشان كده قلنا ايه؟ قلنا في درس العصر بنتوسع فيه شويه، يعني حسب طبيعه كل مسجد وكل منطقه. طب ليه بنسيب الامام في درس العصر وخطبه الجمعه؟ خطبه الجمعه اي حد بيصلي مرتبط خروجه من المسجد بانتهاء الخطيب والصلاه، لانه مش هيقدر يسيب الصلاه ويطلع. مزبوط. لكن في درس العصر اللي قاعد بعد الصلاة قاعد براحته، ولو الخطيب طول او الامام او الشيخ طول في الدرس وهو عايز يمشي يقدر ينصرف في اي توقيت. فخطبه الجمعه بعد فقهي ان تكون في حدود 10 دقائق، هذا هو الفقه وليس تضييقا، بدليل ان بنقول له في درس العصر تعالى اقعد اتعلم زي ما انت عايز. عظيم. في درس كمان في العشاء. طيب معالي الوزير، عايز اتكلم مع حضرتك عن بعد اقتصادي شويه، مساله تطوير الاستثمارات داخل وزاره الاوقاف. احنا الحمد لله ان شاء الله باذن الله، رغم ان احنا ماشيين بخطى يعني محترمه جدا، احنا في 10 شهور الحمد لله من العام المالي تجاوزنا 1,600,000,000 صافي ارباح وايرادات، وهو اعلى نسبه ايرادات في تاريخ الهيئه منذ انشائها في مثل هذه المده. السنه دي باذن الله بنؤمن ننهي العام على رقم قياسي جديد في متحصصات الهيئه، لكن ده مش منتهى املنا. احنا الان تم تعيين مساعد جديد لوزير الاوقاف لشؤون هيئه الاوقاف، له خبره اقتصاديه واسعه جدا، ومع بعض بنرسم خطه جديده لمزيد من الاستثمارات في المرحله المقبله. ولكن ممكن يبقى لنا حديث مستقبلي، احنا زي ما بنعمل استثمارات تاكد عبر برنامج حضراتكم حاجه مهمه جدا، مال الوقف مال الله، الاعتداء عليك كالاعتداء على مال اليتيم، مال حق مال الوقف لا يسقط بالتقادم لا شرعا ولا قانونا. واحنا بنجهز حاجه مهمه جدا وهنعملها مفاجاه كبيره جدا لاي حد تطاول على مال الوقف، اي حد عمل اعتداء او لنا احكام بيعاكسنا في تنفيذها، احنا بنعد قائمه باي حد معتدي على مال الوقف او اي حد مش عايز ينفذ احكام الوقف، وهنطلع نعلن ده بالاسماء وبالجهات ونقول الشخص الفلاني بياكل يعني متطاول على مال الله وعلى مال الوقف، لان مال الوقف مال شرعا وقانونا، حق الفقراء والمساكين وحق اعمال الخير، لاعتداء عليك. جاي خلينا نتكلم مع حضرتك عن بنوجه صيح التحذير لكل من تسوي له نفسه ان يعتدي على مال الوقف او ينال منه او يمطلنا في تنفيذ احكامه. وباكد والله الفتره المقبله وبكل الدعم السياسي والتوجيه، حق الوقف لابد ان يعود كاملا للوقف كائنا من كان، وبنقول اللي مش هيسلم حق الوقف هيعرض نفسه لحرج مجتمعي بالغ، وهنذكر الناس بالاسماء. دكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم.